نذهب إلى الانتخابات الفرنسية وتطور الأحداث هناك، والعنوان من الـAFP أو وكالة الصحافة الفرنسية، والحديث عن ماكرون الذي يتلقى دعم الوسطي بايغو في الحملة الرئاسية الفرنسية. الصحافة الفرنسية الحقيقة لا تتوقف في الحديث عن الفرنسي الوسطي فرانسوا بايغو رئيس حزب مودام، اللي اقترح على المرشح إيمانويل ماكرون المرشح الوسطي التحالف في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية. بيقول عنده 65 عام، قال في مؤتمر صحفي: لأن التهديد هائل ولأن الفرنسيين تائهون من وجهة نظره وغالبا يائسون، هو قرر عرض التحالف على إيمانويل ماكرون، وأكد أنه بيريد بهذا التحالف أن يتصدى لليمين المتشدد في هذا السباق الرئاسي، وبالتالي بيرفض بايرو النسب الاستطلاعات اللي كانت بتقول أنه تقريبا رقمه 5% فقط من نوايا التصويت بيرفض الترشح للمرة الرابعة بعد 2002 تحديدا. ودائما كانت نسب الاستطلاعات لبايغو كانت منخفضة، وبالتالي هو بيرى أنه التحالف الآن ضروري للوقوف أمام اليمين المتطرف أو المتشدد داخل فرنسا. وطبعا بكل تأكيد وفقا للخبر بيروا أنه ده خبر سار وفقا للصحيفة لوزير الاقتصاد الاشتراكي السابق ماكرون، اللي بيخوض هذا السباق مرشح وسطي بعد ما فرض نفسه بشكل واضح ضمن ثلاث مرشحين أساسيين، هو وفرانسوا فيون من جانب المحافظين وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.